كبيرة وحاولت اشتغل في حاجة قريبة من الاطفال، بس اتقال لي لا الاطفال هتخاف منك ومن وشك. لا ده مش بس انا اتغلبت على كده، ده انا بقيت انا اللي بدرب الناس وبعلمهم الثقة في النفس والقدرة على الصمود والتحدي تجاه اي عائق من عوائق الحياة. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مارينا امير ونرجع مباشرة نتحدث عن اختلاف وتفاوت الاسعار. الإعاقة ليست في الجسد، جملة يمكن أن نبدأ بها قصة هاجر محمد التي تغلبت على إعاقتها وغيرت نظرة المجتمع لها. خريجة شريعة إسلامية جامعة الأزهر بتقدير جيد مرتفع، تم تكريمي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي بعمل دراسات عليا في جامعة القاهرة، كلية التربية. مامتي معلماني اتحمل المسؤولية وانا صغيرة ازاي اروح اعمل محاضرات لوحدي. حضرت الجامعة 4 سنين لوحدي من غير ما ارجع لها. ادتني الثقة بالنفس من خلال الشعر، بقدر اقول للناس ان انا هنا من خلال الشعر. بعد ما اتخرجت من الجامعة جيت هنا القاهرة عشان اقدم للدبلومة في تربية عين شمس. امتحنت الامتحان واترفضت، ما كنتش مستسلمة لأن أقعد في البيت. كنت بحاول بقدر الإمكان أن نخليها تعتمد على نفسها بمبدأ أنا موجودة النهاردة، بكرة مش موجودة، هتعملي إيه لو أنا مش موجودة؟ فلازم تحلي كل مشاكلك لوحدك. ما كنتش بروح معاها الجامعة، ابتديت تاخد ثقة بنفسها، ابتدوا يسقفوا لها. ابتديت كمان حاجة تانية أسألها في, 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 في بيتنا، يعني إحنا هنأكل إيه النهاردة؟ تشاركني الرأي، حابة تلبسي ايه؟ عشان يبقى لها هي صاحبة رأي، صاحبة قرار. انا دلوقتي فرحانة بكل اللي وصلت له، حصلت على سفيرة النوايا الحسنة وسفيرة قد التحدي، واتكرمت كتير كشاعرة، وان الناس كلها تعرف ان انا اللي صنع لي لنفسي ان انا انجح. محدش بيعمل لي النجاح، بالعكس انا كل يوم بفكر ان اعمل حاجة جديدة. ثبتت للناس ان الاعاقة في التفكير وليس في الشكل او الجسد زي ما بيقولوا. النهاردة اول مرة اكون واقفة قدام الدكاترة. انا ذاكرت الحتة اللي عليا، الجزء اللي مخصص ليا، فهمت المضمون وشرحته بطريقتي انا، وكنت مبسوطة جدا ان هو يقول سقفولها وانه دعمني. انا معاك في اي حاجة. نفسي احضر منتدى شباب العالم، اوري للعالم كله انه ما فيش حد معاق، لكن المجتمع يعيق للاسف. لم تكن هاجر وحدها هي التي واجهت المجتمع باعاقتها، بل تميزت صديقتها اسراء احمد في التنميه البشريه وتقبل الاخر. بدرس كليه شريعه اسلاميه، انا بعمل ايفنتات وبروح محاضرات بتكلم عن التنمية البشرية. في مجال التنمية البشرية قسم تحسين نفسي، بحاول على قد ما اقدر انشر للناس ازاي يعرفوا ويتعاملوا، ازاي نعيش مع بعض من غير ما تنفر مني او تعطف عليا او لا انا محتاجة معاملة خاصة. بعترف انا محتاجة معاملة خاصة، بس في نفس الوقت المعاملة الخاصة دي ما تكونش بتقلل مني ولا بتزود مني. انا عايز طبيعية زي العامل الأساسي واللي خلى إسراء تبقى موجودة هي والدتي، ربنا يحميها ويخليها لي يا رب. عرفت تخليني أقدر أثق في نفسي. أنا نفسي ذوي الاحتياجات الخاصة بس ما يكونش عندهم أي مشكلة مع نفسهم ولا مع أي حد حواليهم، نتعامل طبيعي. نفسي صاحب الشغل يبقى قابل الإسراء تبقى موجودة معاه وما يقولش شكلها، يبقى عندهم مشكلة مع الناس اللي بتتعامل معاها ومش هنعرف نشتغل. نفس الثقافة بتاعت الشكل دي والمنظر تتمسح. أنا معاك.